أو ادخل لك في موازينك يوم القيامة. فالله عز وجل مرة ما يردد يا عبد الصبر، يصرف عنك شر أو يصرف عنك شر. نعم نعم، لأن الله في الحديث أو الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن القدر والدعاء يتدافع، فالدعاء يدفع القدر في السماء. يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى مقدر على إنسان مثلا شر، بالدعاء هذا يرفع هذا، يا سلام، منما حادث أو مثلا ضرر، فالدعاء يدفع القدر. صحيح، وهذا سبحان الله من فضل الله ومن لطفه ومن بركة الدعاء. لا شك، ربما أحيانا الواحد يدعي دعوة صادقة من قلب تدفع قدر قد الله سبحانه وتعالى قدر عليه، فيقول لك يتعالج القدر مع الدعاء في السماء فيدفع الدعاء القدر. يا سلام، يا سلام، الله لنا ولكم. طبعا الله جل جلاله ما جعل بيننا وبينه واصل سبحانه، مباشرة، لا تروح لفلان ولا توصي فلان، مباشرة يستجب لكم.